بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وفاتح الباب للدعاء المستجاب وللمتاب والاقتراب. اللهم زدنا ولا ترخصنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تسر علينا. صلاة ربي وسلامه على المصطفى الأواب وعلى الصحابة والأنجاب ومن تبعه ومن تحى مشايعتهم إلى يوم المآب. وبعد، فنتابع القول من حيث انتهينا إليه، وأن هذا الفصل في نهايته أو محصل مجمله النبي فسر بعض الكتاب وترك بعضه وأسرف على المفسرين من صحبه ليخرجهم مفسرين في هذا الكتاب. وهذا سيدنا عبد الله بن عباس وهو أحد أعلامهم يقول فيما رواه ابن جرير في صدر التفسير بأسانيد صحيحة، يقول تفسير أربعة أو يؤخذ من أربعة أوجه. فقسم لا عذر لأحد بجهله، وهو الظاهر الذي لا يزال حتى ما لم يكن هناك يعني حاجب اللغة مطلقا، أنا من نسبة الأعاجم لا بد من تقريب حاج، يعني قسم لا يعذر أحد بجهله، وقسم يؤخذ من كلام العرب، وقسم تعلمه العلماء أو يعلمه العلماء، وقسم استأثر الله بعلمه في الآن أو كما قال. فهذا التقسيم يدل على أن هناك قسما مهما من القرآن يؤخذ من كلام العرب، وهذا هو السبب الذي جعل بعض العلم من الأجيال الأولى أو جعل البحث في غريب الكتاب أو في غريب اللغة يتصدر المؤلفات الأولى في اللغة، بسبب أن قسم منه يرجع إليها. وذلك علماء اللغة الأوائل مثل معمر بن المثنى أبو عبيدة، معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، حتى الفراء يحيى بن زياد الفراء الذي قال فيه ثعلب اللغويين لولا الفراء ما حفظ للغة فراء، ما يبقاش لها شي جلد ميزة، هو الذي حفظ اللغة وكتابه معاني القرآن وأقدمها كلام العلماء القرن الثالث وبداية الرابع، سابق حتى على الزجاج بكثير. ومعاني القرآن منها ألفاظه الغريبة وتتبعها عنده، وكانوا يقصدون عرب الوسط حيث حفظت اللغة بعيدة عن لحن الأعاجم، شي بحال عربية الأطراف في الجزيرة، عربية اليمن خلطها الأحباش وبعض الهنود، الهنود كثر كانوا يأتون السواحل فاختلطت العربية ما كانوا يأخذون عنه. وعرب الأطراف أيضا الذين خلطوا مثلا بلاد الشام كانوا يأخذون عنهم، خلطها الروم وبلاد العراق خلطها النبط والقبس، خلطوا محادين لمصر فلم يكونوا يأخذون عنه، وكانوا يأخذون من الوسط عرب الحجاز وتهامة هو نجد هذا الثلاث. وحتى يعني الحواضر داخل كمكة والمدينة لما دخلها السرايا ودخلها التجار بكثرة صاروا يتحفظون في اللغة التي تسوج، كان لا يأخذون عن الله عن الآيات خشية أن يأخذوا شيئا لا يمثل فصيح اللغة التي نزل بها الكتاب. وأذكر لكم بعض الروايات عن أهل اللغة بشاربهم كانوا يعانون، هذا الأصمعي العلماء الأوائل في البحث عن اللغة، كان عالم لغة ولم يكن عالما نحو، وهذا يجينا إن شاء الله في بعض الردود. هنا قال الأصمعي في مسألة النحوية فرد أبو حيان بقوله ولم يكن من أهل النحو، أنه كان عالما باللغة، ففرق بين علم اللغة يعني العلم المعاجم باللغة، اللغة من حيث الاشتقاق من حيث وصول دلالتها واستعمالتها، هو ما كل مش علم النحو هو شيء آخر، علم نظم الكلام وعيلة لهذه أنواع التراكيب وما يرجع للفصل والوصل بينها وضرورة الرفع والنصب وموجبات العربي وغيره. سيدنا الأصمعي قال كنت في بجية العراق، يعني أبحث عن
ما هناك من اللوحة المحفوظة أو منقولة، يعني منقولة. قال فسمعته مناديا ينادي يقول أنا، أو سمعه واحد أشعار يقول فيه ذاك البيت المعروف، من يذكرنا بالبيت، بيت معروف. قول شيء شو شو واحد من الأنجاب تكرر ذاك البيت، له فرجة كحل العقال، له فرجة في آخر البيت، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. قال فلم أدري أو فرجة أو فرجة، حتى سمعته عربي يقول، وكان يدقق في مسألة هل تقول العرب فرجة في الفتحة أم فرجة، يعني خصوصا بحال دول جدوى وجدوى، كان يدقق حتى في هذه الأمور، هل تقول العرب فرجة أم فرجة. قال سمعت عربي يقرأ يقول، يروي من الشعر، ربما تكره النفوس من الأمر ما له فرجة أو فرجة كحل العقال. ثم سمعت مناديا يقول مات الحجاج، فلم فحرت بأيهما أفرح، هل بهذا الشاهد لفرجة من هذا الشعر القديم عند هؤلاء محفوظ عند هؤلاء العرب، أم لنباء الخير بموج الحجاج اللي كان ظالما حينها. إذن قلنا خلاصة الباب أن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكتاب، وهذا منه صلى الله عليه وسلم فتح للباب وأشرف على ذلك، والكتاب عنده يدعو إلى التدبر كله والمفسر كله، فدل على أننا مطلوبون بالنظر في الباقي، حفظ المتلقى وتدبر الباقي. وقد كفينا أمر الباقي في أمور كثيرة، فنقلت اللغة وحفظت وحفظ الإعراب وحفظ البيان ودونت العلوم، وكلها خادمة لهذا الكتاب، واصبح من شرط المفسرين يكون عالما بهذه العلوم. اسمنا لكم العلوم، علم اللسان، علوم اللسان وعلوم البيان، وما أخذ عن الآيان أرصدة المتدبرين كبار، لا يمكن أبدا أن إلى ما أتيه من فتح إلهي بناء على ما سبق التنبيه إليه، ولكن هذا يكون بآخر، لا بد من هذه المداخل. وجاء الصحابة فكانوا يعني الذين أعلاما في هذا الباب، هم الذين وضعوا المعالم والمناهج للنظر في الكتاب، والمتورعة تحتهم نبهونا على الخطر، خطر التصور، خطر الجرأة، خطر القول بغير علم في الكتاب، لأنه تفسير للكلام تقول هذا مراد الله. لكن فهذا الحديث عن مراد الله فصل ينبغي إن شاء الله أن نتمم به الأغراض في مشيئته إن شاء الله، وهو إذا كانت الآية أو الكلمة محتملة لجلالته وبعضها قريب من بعض، أو على تفاوت لفائقية المعاني المعطاة الذي يعطيها النص، وكلها مرادة لمنجل أو بعضها فقط، هذا يجينا إن شاء الله. ما سميناه بالمعتبر في المراد من اللفظ، وهذا عقد له طاهر بن عاشور فصلا في المقدمات، ومهم جدا أن المدليل المختلفة لللفظ مرادة لمنجل الكتاب كلها، هنا ذلك الاجتهاد مطلوب، تكون مطالبة على شيء، وليس الله يريد أن يحملك على شيء واحد وإلا لفسر من النبي وانتهى الأمر. نعم. وذلك لعلمه الذين يستنبطونه منهم ويردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم علماءهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ومن ثم استمر الاستنباط من أهل العلم، هذا اللون من ألوان التشريع، تأسيس معنى هذا سن لمسألة الاستنباط كما هو سن لمسألة التدبر في الكتاب دون إهدار لحق السابق وأهليته وقربه ومأخذه من الصدر الأول، وهكذا لا بد من رعاية الرواية. وذلك إن شاء الله إذا كنتم تريدون بعض الإملاءات في مسائل مآخذ التفسير، فنروي لكم قبل أن ننتقل
الفصل الذي هو الفصل المعنون باش بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 حروفين فقرأوا ما تيسر منه، هو الفصل الرابع. وسنبين منه ما أراده صاحب المقدمة حين نبه إلى أن لهذه الأحرف التي نزل بها الوحي وانتهى إلينا بعضها بالقراءات، بعضها يرجع للتفسير وتكون في محل نظر المتدبرين. فذلك كان هذا الفصل وصلة بالمبحث قبله وهو مبحث مراسب المفسرين، وفي ضمنه نبحث مسألة القراءات وحاجة المفسر إليها كلها أو بعضها، ونحاول فهم كلام بعض الأئمة الذي يقول لا حاجة إلى القراءات في التفسير، وأنه من العلوم التي ليست استمدادا ولا مددا لأئمة الكتاب. هذا بعض الإملاءات في خصوص مفسرين مكة والمدينة، بمكة مجاهزون عطسائر كريمة طووس ذو المجد العتيد، هذا اللي قلنا لكم الذين تصدوا للتفسير من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. زيد رفيع ثم بعد القرضي محمد بن كعبهم ذاك الرضي، شكون هذا؟ هذا بالمدينة. وكلهم بدر هجرة رووا تفسير مأطور صحاب قد رأوا مفسرة العراق، مفسر العراق مسروق كذا قتادة، قتادة بن دعامة السدسي بصري، والحسن البصري خدا عطاء الخراساني، عطاء بن أبي مسلم الخراساني، وهو غير عطاء بن رباح بن أبي رباح اللي هو المكي، المدرسة المكية وهذا المدرسة العراق. ومرة الذكي تلميذ من هن أبي العلم الزكي، هذا مرة نقول لكم مرة الطيب ولا مرة الهمداني الكوفي تلميذ أبي. وكلهم أخذ عن ملي الهدلي هو ابن مسعود العلي، كلهم أخذ عن ملي اللي هو سيدنا عبد الله كنيفون ملئا علما. ما أخذ المفسر المجتهد، وهذا قلنا على قلنا بينكم ما أخذ معناه ما يعتمد في تفسيره حتى يتحاشى القول بالرأي الذي لا يجوز ولا يحمج. ما أخذ المفسر المجتهد أولها ما روي في الباب أي في الآية أو في الآيات أو في مقطع الآيات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مأخذ المفسر المجتهد أربعة فخذا عن تقصدي، خذا بقصد. ولوا رواية عن النبي حررت، أنا خصها تكون حرة، لأنه إذا كانت ليست صحيحة ولا مرفوعة بالسند الواصل الموثوق به فإنها لا تكون قاطعة ولا صريفة للنظر ابتداء، خليها تلحق. رواية عن النبي حررت ثم عن الصحابي برفع ألحقت، كان عندنا مرويات الصحابة الملحقة بالمرفوع وهي ما رواه الصحابة مما لا مجال الرأي فيه في خصوص مثلا أسباب النزول والناسخ والمسوخ والأشياء التي لا يمكن أن تجيء من قبل اللغة أو الاجتهاد بالرأي، فهذه لها حكم الرفع. وكذلك فيما يتعلق باللغة إذا كانت عن إمام من أئمة التفسير من السلف فإنهم أهل اللغة واللسان، وإنما أسست اللغة من بعدهم فهم كلامهم حجة، فكيف بما نقلوا. ثم قلت فلغة، لغة تشمل لنا كل شيء في هذا اللسان، قلنا علم اللسان وعلم علوم البيان. فمقتضى الكلام، المقتضى الكلام قد يحمل على الدلالات المختلفة الأصلية والتبعية ودلالة الاقتضاء، دلالة الإيمان، دلالة المفهوم، دلالة الفحوى، كل هذه أنواع من الدلالات، وهذه جنة إن شاء الله بيانها في أثناء التفسير إن شاء الله المستويات. ولكن هنا الذي نريده هنا فمقتضى الكلام فهما به خص أولو الإلهام، وقلت لكم هنا الملكة الخاصة موهبة، سمي أنت موهبة، يعني عندنا ملكة وموهبة، فالملكة تكتسب والموهبة عطاء الله وفتحه، ولكن هذه مؤخرة عن الأولى، هذا مدخل استواء الملكة وفيض الموهبة لا بد من هذه أيضا لتكملها.
والأخذوا بالرأي على ذا على ذي أو على ذا على هذا النحو، معناه إلى اختب هذا المآخذ، فالرأي المبني على هذه العمد يحمد، والأخذوا بالرأي على ذا يحمد، لأنه مستند معتمد، مستند على النقل ومعتمد على العقل ذي الثقل، على العقل ذي الثقل، على المعقول بدلالة العقل من ما يستفاد من لغة ومن نظم التركيب ومن المسائل التي تعقل فيها سياقات وملابسات وأعراف اللغة نفسها، بالإضافة لها تعراف المتكلمين باللغة. ولذلك ذكر بعض العلماء في مواد التفسير أخبار العرب، أنا ما عرفتش أخبار العرب كيف تفهموا قوله تعالى وأنه هو رب الشعراء، بتعرف بأن الشعراء كانت معبودة في خزاعة، كان لهم صنم يمثل النجم المسمى الشعراء فكانوا يعبدونه. يقول لا تعرفوا كيف تفهموا قوله أنه كان رب الشعراء، إيش تقول الشعراء يعني؟ هذا نجم يعرفه أهل الفلك، أتقل من الشمس بعشرين مرة فيما يقول الفلكيون، كبار من النجم تيبانش لنا تيرصدوا غير مرات، ولكن كانوا يقدسونه في قبائل كبرى. إذا معناه أن أخبار العرب أيضا مطلوب فهمها للناظر في التفسير، وهي من الأمور التي تحتاج إلى نقل. والأخذوا بالتفسير والأخذوا بالرأي على ذا يحمد لأنه مستند معتمد. إلى هنا ننهي الكلام في هذا الفصل تبعا لصاحبه إن شاء الله، ونخرج بهذه الخلاصات مركزة، مقدار ما فسره النبي من الكتاب، والقول في القرآن بمحض الرأي جرأة وتصور يخالف نهج السلف ونهج الخلف، ولو أمثلة ما بغيت نذكرها لكم الآن من تفسيرات الباطنية وتفسيرات المتهورة وتفسيرات المعاصرة أحيانا، فهذا شحرور وهذا طرطور وهذا ابن بور، وقش على ما ذلك في الطيفور كمان بيجي تقلب أقوال أوضاع اللغة وأوضاع النظم وفهم الأوائل الذي نظم الكتاب، وبتجي تدير تورة في القاموس، تلقى القاموس اللغة لحفظ اللغة فتفسر كان لتدل على الكينونة، تفسرها بقتيلة كان هي قتيلة، ترى هذه الدوخة هذه يخرج لك عقلك، وفعل بتركة وتجيب الأشياء وتعطيها نواقض وضاج، بيتقلب منطق اللغة وبالتالي منطق الفهم، اللغة لها منطق والإعراب منطق، تقول منطق صحاب انتم منطق اليونان ما تحفظش منطق اللغة ما يفهمش منطقها في الدلالة، منطقها في النظم، منطقها في الإعراب، منطق حتى يستنطق الدلالة وفقا على منطق اللغة نفسها. ثم أيضا عندنا نتيجة، تيجي واحد تفسير عندنا بين تفسير الذي هو رأي محض وبين تفسير الأثري المحض، بين قوسين معناه تفسير أثري محض لا يوجد، خلينا نلاقي الأوائل ولك إذا أنا قرن مصاص، وإلا سكوت مقابل سكوت في أمور ما ورد فيها. وكانت عند المتورعة بكثرة اللي تسمى من المتوقفة، شو إلى مرة عبيد السلماني كذا بالفتح عبيد السلماني جلد التابعين، فسأله أحد فقال له الجم الشداد واتق الله، سأله عن آية فقال له اتق الله والجم الشداد، قال إيش تسوون أنا بحالي بحالك، فكان ولكن مثل هؤلاء تجعلهمش هما، الحمد لله اللي أقول سيدنا ابن عطية قالوا واكثرة النظر في الآيات وفسروها فرفقوا بأمة محمد، حين قالوا يعني تشوف عليكم تصدروا هذوك المتوقفة والمانعين صافي هذي تشد الباب، وبالتالي هذي نتحرموا احنا من تدبر الكتاب ومن هذا الفهم فيه، هو من جملة من أحب ما يتقرب به الله سبق لنيك سبق لي هذه اللي فيه فضلي ترغيبي في التفسير، أحب الناس إلى الله أعلمهم بما أنزل، هذا كلام شهر الكبار كلام سيدنا عبد الله بن عباس، وسيدنا علي كان يقول لجابر بن عمرو من صغار الصحابة كان يقول ذاك العالم، فقال له تقول وأنت
قال لي انه كان يعرف تفسير قوله تعالى ان الذي فرض لردك الى معاد. قال اذا كنت يعرف تفسير تفهم في المحتملات وكيف يحمل على اجلها وحسنها معمل. كذلك وقفنا على ان تفاسير مختلفه، وهذا الاخذ من ارشده المتفسرين بحسبهم حسب منهجهم ينبغي ان يكون وان ينظر فيه. ودي قول هذا منخول، وهذا متقن التاليف، وهذا مستدرك عليه، يجعلون هذه التفاسير مش عند العصمه، بجل ان هؤلاء الكبار وهم مجتهده يقومونها ويتادبون في النقد، لا يقتضي اسقاط الرتبه. تجي واحد يقول بالناس مستدرك عليه، شو جاني مره فقال لي البخاري ابن حزم له الرساله في اوهام البخاري، لما تكبر المساله؟ انما يهم الحفاظ. تقول فلان يهم معناه كثره حفظه، فاذا كان هذا حافظ لي لما يقرب من مليون حديث، 600,000 حديث باسانيدها وتوهم في الثلاث، هذه شهاده باش، هذا استثناء يؤكد القاعده، يؤكد الحفظ. هذا تاسي تشوف راه انما يهم الحفاظ، امشي ندوخ انت ما حفظتش حتى 10 الاحاديث. يعني وهمك انت هو الاصل، الوهم والفهم، من يكون هذا وهم هو الاكثر. هي الثلاثه هذه وليش القول وقول ابن حزم في بعضها. فلذلك علمنا ان الخلاف مع الاخر اذا كان بشرطه فانه شرط علمي ومعه الادب. شوف شرط العلم تنتقد به علم وفي حدود الادب، تحفظ لهذاك السيد رتبته وسبقك وتلمت عليه وربما قراك انتفعت ببعض ما نقل، هذا هو اجتهادك، حفظ الرتبه ما يضرك والو. لكن ابراج هذه الامراض هذه اللي هي عقد وتظن عقائد، هي عقد شبه منها بالعقد لا بالعقائد التي يبنى عليها الراي ويبنى عليها الموقف. عقد غضبان من فعل ما عجبوش، يعني نقد مزاجي معلول مسلول في التسل ولا السل كسر ولا فتح. لذلك قال هذا منخول على كلام، قال هذا مستدرك عليه في كثير ولم يعمم، وهذا متقن التأليف، هذا أشاد به في المنهاج، وهذا أشاد به في معيار الاختيار، وهذا استدرك عليه هكذا بإجمال. ثم جمعهم في الدعاء وجمعهم في الحكم الكلي، قال كلهم مجتهد ماجور، قص عليك الطريق بقيت تصبط، وقال زيد نضر الله وجوههم، الذي لا يحرمون من دعاء الفاضل لأنهم وعوا ورعوا. والورعة والرعاية الوعي، يعني يكون فلان بارع وورع، ورع تدين هذه أمانة، حفظ أمانة مؤتمن، وبارع هذا حفظ الشرط في النظر مؤهل فاضل مؤهل. تستوقع في الرواد، حتى في الرواد اللي تقول رواد الأحد هذا ثقة، معناه يتق بعقله بحفظه ويتق بدينه، باش نسد الجهتين يدخل منهم الخلل، قد خلل من جهة التدين فلا يتورع في كذب أو يتهاون، ولا يدخل الخلل من جهة نظره من جهة حفظه من جهة إدراكه وتحصيله، فيدخل الخلل سد، يقول فلان ثقة تجمله فيه. قلنا منه إلى الفصل الرابع وهو الفصل المعقود للحديث الصحيح بل المتواتر، وهو حديث أنزل القرآن سبعة أحرف، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه، وفي رواية خارج الصحيح خارج يعني متواتر ولكنها صحيحة، كلهن شافين كافين فقرأوا ما تيسر منه في هذه الجهة. وهذا الحديث عنوان عليه بالجزم بالقول، قال باب قول النبي، وهو كذلك سبق لنا هو صحيح، بينما بعض الأبواب قال ما ذكر، لأن قصد منه هو تشيع الرواية حتى بخصوص ما كان ضعيفا لم يبلغ حد الوحي فيكون ضعيفا جدا، ولا حد لإسقاط فيكون موضوعا، فقال ذكر. ومع ذلك تحرى في
في العبارة في البناء للمجهول في مسائل. وقلنا لكم هذه متى تصح الرواية الضعيف في مسائل الفضائل ومسائل والرغائب وفي القص وفي فضائل الأعمال. باب قول النبي نزل القرآن في حروف قرأوا ما تيسر منه. فلذلك أعفانا من مسألة الإسناد، إحنا ما بنحدد إسنادنا ده نقل، فهذا أفرد بتصنيف وأفرد ببحث الإسناد وأنه متواتر. ومن نص على تواتره أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن، معناه أن تقول إحنا متواتر. المتواتر هو أنه يقطع على مغيبه، تقدر تقسم بأن النبي قال بحاله بحال القرآن من حيث السند الذي أوصل من هكذا قال، وإنما يبقى أنه بقدر ما هو متواتر إسنادا بقدر ما هو مشتبه دلالة. حتى قال بعضهم بأنه من قسم الذي لا يقطع بمعنى، فادخله في المستأثر به، متواتر مستأثر من حيث دلالته. والصحيح الذي نتوسط أن له دلالات موسعة كثيرة كبيرة تلقني بهذا النص، والذي يرشد إلى معناه أمور، منها أولها سبب الورود، سبب الحجيج، لأن الحجيج هذا من أشهر روايات رواية أبي بن كعب ورواية هشام بن حكيم بن حجام الذي كان من أسباب الاختلاف. سيدنا حكيم بن هشام صلى مرة وفي من صلى خلفه عمر بن الخطاب، فقرأ بسورة الفرقان، فقرأ بها على حروف لم يقرأ بها عمر رضي الله عنه، كل منهما تلميذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكدت أشاوره، يعني هو في الصلاة قريب يدخل عليه في الحرق يتجر عليه من مشاورة بيدخل عليه ويشده ولا يشدير عشان القرايات. فلما سلم قال لبابه أخرج بجلبيه بجلبيه ثم قاده قال تقرأ القرآن بغير ما قرأني هي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هكذا قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتكم إلى النبي أنه كان لا يزال على قيد الحياة صلى الله عليه وعلى آله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاشما قرأ يا هشام، فقرأ فرقان. ثم لما انتهى قال عمر اقرأ فقرأ. قال هكذا نزل وهكذا نزل. ثم قال معي إن هذا القرآن نزل على سبع حروف، فقرأوا ما تيسر منه، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. إذن أولا أن هذه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل يدل على أن هذه الأحرف قرئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي محض اختيارات معينة، أنها لا تؤخذ بالرأي وإنما هي مقروء بها، هكذا أقرأني وأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أنها اختلافات مقروء بها وأنها مختلفة لدرجة أن عمر أتاره هذا الخلاف الذي سمع أكثرته وما قال لي فعله، علم أنها يسيرة جدا، راه كاين واحد الخلف يقصد هذا اللون ملواني ملوان الغضب العمري وهو الفاروق. ثم أن كل منها على حدته كاف شاف، كاف في البلاغ وشاف في إقامة الحجة، معناها ليش كلها ضرورية وبالتالي ليس حفظها كلها مقضيا به، حتى يقال سيدي ضاع بعض هذه القراءات وبالتالي أين قوله تعالى وإنا له لحافظون، يكفي في حفظها حاجها أو بعضها نقول من أجل. وقوله صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما تيسر منه يبان إلى أن هذه رخصة فيها التيسير، ولكن هذا جواب بالأكثر منها، جواب بالأكثر، أكثر هذه الخلافات ترجع للتيسير، وبعضها يرجع للتفسير، وبعضها يرجع للتكتير. حفظوا لي هذه الثلاثة إن شاء الله باش نستعنوا بهذه العناوين الصغرى مفاتيح للفهم في هذه المسألة التي تبدو وكأنها شائكة أو مستشكلة. ما يرجع منها للتفسير هو الذي قلنا لكم سابقا اقتضى بعض أهل العلم بالتفسير يجعلها من علوم التفسير. أبو حيان وهو تلميذ ابن عطية عرف التفسير بأنه علم يعنى أو يهتم بكلم القرآن من حيث أداؤها، فدخل الأداء واختلافها
بأزوية الراوية وفهموا معاني فأدخلها علم القراءة في علم التفسير. وإن شاء الله يبدو أن في هذا بعض شوية التوسع، كأنه يقول أن حفظ اللغة من حفظ الكتاب، وأن العالم بالتفسير وهو يحفظ معاني القرآن أن يحفظ ألفاظ الكتاب التي نزل بها الكتاب، ليكون القرآن مرجعا، يعني مصدر لحفظ القرآن وحفظ البيان، حفظ حتى لغة الكتاب. وهذا حصل، حفظ بحفظ القرآن حفظت اللغة وبقي حتى إعجازها وبيانها محفوظا بهذا الكتاب، ومشي بحفظ الشعر أو بحفظ البيان، بل بحفظ الكتاب. ما يرجع منها للتفسير هو الذي قلنا بصلة القراءة بالتفسير من هذه الجهة، خصوصا على القول بأن الاختلاف قد يكون في الحرف الواحد، هذا اتركوه الأمل، وهو خلاف المترادفات والمتوافقات وما يكون من قبيل الخلاف الأدائي، لأنه لا يخرج الاختلاف إلى حد الاختلاف في المعنى. الخلاف تكون لغة، جدوى ربوى أرفع. وبعض الخلاف الإعرابي الذي لا يغير المعنى مطلقا، وبعض الخلاف الصيغي خفية، وبعض الخلاف الأدائي كالإشمام قيل وقيل، متمحضة الكسر، وهذه فيها إشمام للدلالة على الأصل. خلاف التفسير، خلاف التكثير المعاني القرآن، خلاف التفسير توضح فقط هذه بمعنى هذه تكثير، فيها أداء، فيها دلالات مختلفة، توسع الدلالة وتعمق الفهم. هذا أعطيكم تقصيص لكم متلف في قوله تعالى تبينت الجن وتبينت الجن، وفي حافظ الله وحافظ الله، تبينت الجن ولو كانوا يعلمون الغيب هم تبينوا، يعني كأنهم كانوا متوهمين في أنفسهم علم الغيب، كانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب، فجاءت هذه الحادثة معرفة لهم بأنهم يعلمون. تبينت الجن افتضحت عند الإنس، لأنه الإنس كانوا يظنون أن الجن على صلة بعلم الغيب المطلق، فنشتري المعنى كيف؟ بين تبين الجن في أنفسهم وبين تبين الجن للإنس أنهم لم يكونوا على إفادة، هذه في عالمهم وهذه في عالم الإنس. توسيع الدلالات مهم جدا في الاختلاف التكثيري والخلاف التفسيري، هذا يحسن أن يكون من صميم العلوم التي يحتاجوا إليها أو يستعانوا بها في التفسير. الخلاف الذي هو خلاف تيسير فقط، خلاف اللهجات، خلاف الأداء، هذا يرجع إن شاء الله، يقرب التسهيل، يقرب الإبجال، يقرب الإمالات، يقرب التقليل، يقرب الفتح، موسى موسي موسي، هو أأنذرتهم. المد والقصر فيما يجوز فيه الطول وما يجوز فيه المختلف فيه والمراسب، هذا لا تختلف به الجلالة والمجال، ليأت الزوائد ويأت الإضافة هذه، وما توفيقي وما توفيقيها إلا إني ضيفي، شيء لا تختلف به الجلالة والمجال، هذا خلاف تيسير. كان قبائل فإذلك لما تلقاه التوجيه يقول شجي والفتح حجازي والإمالة تيمية وكذا، هذه قراءة ذلية وهذه لغة حميرية وهذه لغة قيس، في هذه اللهجات التي كان العرب الذين لا يهمزون حل الحجازيين، قريش لا تهمز بعدها همزة في لسانها حتى ولو تكلفت لا تستطيع أن تطلعها، درجة سيدنا عبد الله بن مسعود وهو يقرأ أحد الصبيان إن في درس سقوم طعام الأثيم يقرأ طعام اليتيم فلا تطلع على الهمزة الأثيم، قال اليتيم، قال قل أثيم، قال يتيم، فقال له تستطيع أن تقول فاجر، قال الفاجر مشيها،
ان شجر السقوم طعام الفاجر، معناها المعنى ما نصحوا لك المعنى، انت بدي لنا اليتيم انا في محل الاثيم. فرجع غادي يقول لي قائل والهدى يجوز والقراءه بالمعنى لعالم بها كما يجوز في الروايه روايه الحجاج. قل هذا سيدي كان جاهزا ان شاء الله، كان جاهزا في الابتداء ثم نسخ. انا شو واحد كان جائزا ثم نسيخ لما كثر الحفظ، ودي صورة وهي صورة الكتابة. ونسيخ بإيه؟ قال بالعرضة الأخيرة، قراءة السيد الذي قرأ بعد العرضتين. ولذلك كلف بالجمعين، كلف لوحده في الأول وجعل مشرفا على الجمع الثاني اللجنة الرباعية. وكان هذا التيسير في قراءته المرادف عندما ضل عنه المعنى، بيقول هلمو مشى ليه، قال بيقول هاتو ومشى ليه، مشت ليه، بيقول هيتا ومشى ليه اللفظ او هيئتا او هيئتو. فقال تعالى وقال جي وقال شي لفظ مرادف، كان هذا ايضا يتسامح فيه لعالم به. ووشع في هذا المرادف إلى حد السبعة، وهي عدد مبالغة، تابع معي ما تعجلش عليا، لأن عندنا العدد يجيء للحقيقة ويجيء للمبالغة ويجيء لثالثة وهو العمج، صريح بالعمج والأصول، هذه ثلاث دلالات كبرى للعجج في لغة العرب. وهذه كلها تعرض لها سيدنا الصفدي، الإمام الصفدي في كتابه المسمى بالنبع في طرد السبع، يعني فيما يطرد في ذكر السبع في لغة العرب، هي سالة فائقة هذه عند سيدنا الصفدي. ثم أيضا كانت توسع أيضا فيما أسميه بالفواصل الفاضلة، فواصل أخوانا في المرادفات، هلما احضروا تعالوا إلي، إلى حدود مرادفات الممكنة توسع. ثم الفواصل الفاضلة، شنو الفواصل؟ هي ما يجيء في عقاب الآيات من ذكر اسماء الله، إنه سميع حكيم، عليم رحيم، غفور رحيم، عزيز حكيم. فلو أبدلها من غير خلل يفسد المعنى فكان لا، هذه في الفواصل الفاضلة في المرادفات المقاربة وفي الفواصل الفاضلة، وثالثها في ترتيب الآي على ما رجحه بعض المحرر. ما كانش الترتيب اللي هو الآن عليه المصحف لم يكن مأخوذ به على وجه اللزوم في الابتداء، لو قدم بعض الآيات على بعض بشرط واحد، وهو لا يخلط عدم برحمة ولا ضلال بهدى، ولا يجعل مثلا أهل الهدى من أهل النعيم ولا أهل الضلالة من أهل النعيم، ولا يجعل أهل الهدى من أهل الجحيم، ما يقلبش المعاني. ان شاء الله ما لم يخلط عذابا باش برحمه ولا رحمه بحاجه. القول بهذا اللون الوان التيسير حتى يحفظ القران على ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تصاعد المده، خصوصا عندما قال بان النسخ جاء في امتد حياه رسول الله كله، هذا النسخ هذا النوع من انواع عفوا النسخ وبالتالي التيسير شد إلى أواخره في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قرب وفاته أو بعد وفاته المباشر، وذلك بإجماع ممن حضروا العرضة وأخذوا هذا، أو بوصية منه مرجع هذا الإجماع، هي مرجع الإجماع صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك أنا من هنا نقول مع سيدنا ابن عطية بأن لهذا الحديث حملان، حمل الأول حمل الذين قالوا بأنه منسوخ، وقال بأنه يقول بأنه محكم، والقائلين بأن العدد هذا على حقيقته سبعة لا تزيد ولا تنقص، وقال بأنه هذا إنما خرج على المبالغة، فمراد به القطرة والساعة وهكذا حتى ولو زادت على السبعة أو انقاربتها فتكون هذا المبالغة في الطرفين قريب من سبعة أو تجاوزها. تسمى هذه المبالغة في العشر
لأن السبعة تريد فيه مبالغة في العشر، والسبعين في المبالغة في المئين، والسبعمائة في المبالغة في الألف. وما قربها يدخل حكمه إن شاء الله، سأملي عليكم بعدما يتصلوا بيصل العدد السبعة. ولماذا كان السبع شبعا؟ لأنه فيه ملامح سبع أنواع من الحيوان، ولأنه رمز القوة كسبع، سبعة هي رمز القوة، فكانت مدخلا لهذا النوع من أنواع الفهم في العدد. وهذا من أسرار بلاغة الكتاب. لا أشبع شعبه أبدا. نحن نقول ونحن نسلم بأن أشبع فقط. يعني الأولى أن يقبل بالجهل، ولكن لو قيل أشبع شعبه وتزيد الجنة عليها بابا دخل من أبوابه الثمانية، هذا في الحديث. ثمانية أبواب يدخلها من حيث شاء، فهي تزيد. لماذا؟ لأن رحمة الله تغلب غضبه. فقط هذا الذي نفهم. ما لا تفهم انت تقول يا سيدي راه حيت يبانوا لك ربي بات قد قد وهذيك زايده عليها الباب، شاد هذا الفهم هذا، رد بالك شويه. اذا قلنا القائلون بالنسخ حملوا هذا الموسعه فيه على ما سميناه موسع في نظم الآي ما لم، وموسع في الفواصل الفاضله ما لم، وموسع في المرادفات بشرطها هو الفهم. تكون يعني تتفهم هذيك المرادفات، يعني تتعرف انت المعنى، وان هذه الآية ظلت عليك بالضبط كما يقول واحد او كما قال، يعني كان هذا نوع من ريتها ما يحفظ الناس. واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البدايه لا تكتبوا عني غير القران خشي ان التبس بالسنه على المبتدئ الاول، حتى من بعد قال اكتبوا كيف شئتم، اكتبوا عني اكتبوا عني، فاخذ كتابه السنه من بعد. هذا النوع من التحري النبوي، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون، والنبي أول حافظ لمعنى الربانية في التعليم، هذا تدرج تبع النشر. ولذلك كان يأمرهم باستعانة بالكتابة في على المقروء، مع أنه كانت العرب أصحاب ذاكرة سيالة، كان واحد يحفظ القصيدة تسمعه وتحفظها. ومع ذلك النبي ما يعوش في البلاغة ولا حفظ الكتاب على مجرد هذا الاستثناء الذي قد يكون حتى في البعض، لا بد من توثيق، خصوصا وأن القرآن سمي كتابا قبل أن يكتب، سمي قرآنا وقد قرئ، تلقاه النبي مقروءا مسموعا. احنا ما تلقاه كتابا كما في التوراة وكتبنا له في الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين ربهم يرهبون، وإنما تلقاه مسموعا. ثم أمر بالكتابة، وإقرأ الصورة الأولى في الإنزال تأمر بالكتابة، فكان النبي أول المتدبرين، فكان يأمر الكتابة فورا نزول القرآن أن يكتبوا من يجي. وهذا يجينا إن شاء الله في الفصل الخامس الذي سيخصص لكتابة الوصاف، وأن القرآن كتب في زمان النبوة أولا على كيفيته، ثم حصل الجمع الكتابي الأول والثاني في عصر الخلفاء على كيفية أخرى ولأسباب قصدت ذلك إن شاء الله، مع أنه جمع الكتاب، بل إن القرآن كما سيجونا كتب بأقلام الملائكة الأعلى قبل أن يكتب بأقلام الملائكة الأدنى في صحف المكرمة مرفوعة المشهرة بأيدي سفرة كرام بررة، كتب ونقل من لوح المحفوظ إلى بيت العزة، لا تعجلوا. إذن هو كتاب، واش واحد يقول لك باش كتبوا الملائكة واش بالعربية واش بالحروف الأبجدية واش مش كل حديث عن الغيب، فسلم لعالمه وطرح مواجينك كما جات عبر بها، راه ما داير واحد بيكيل شي حاجة ما تتكيلش. واحد اللي قال له عقول الناس وأفهمهم لا تكالوا ولا تدرع، شو واحد بيبدي يعطيها القياس أفهم الناس بالكيل وبالعبار بالقب الشبر، قال ودي ان عقول الناس وافهمهم وهذه المعاني لا تكال بالمكيال ولا تدرع بالقياس الطولي، احنا ان لها مقياس اخر، وحفظ المقياس من جنس المقيس هذا فهم، ومراعاة للسنن في الميزان، واللي اختلت كل هذه النظم. اذا الذين قالوا بان هذا الحديث مما نسخت الأحرف وبقي حرف
المشمع عند بعضهم بحرف زيد أو قراءة زيد أو قراءة العرض الأخيرة، وبقاؤها بقاء للاحتجاج، وفي كفاية وشفاية. هذا شيء إن شاء الله أبيات في خصوص أن الحجة قامت بالباقي، وسقطت أقوال المعترضة، قامت الحجة بالباقي وقامت الإعجاز بالباقي. وهل الباقي حرف واحد أو بعض الأحرف؟ فيها نفسها اختلاف يساعد على النظر أو يحفظ اللغة أو يسر أمر البيان. هذه أمور إن شاء الله تجونا إن شاء الله، حتى ونحن في خضم التفسير نعرض للأمثلة لهذه الأشياء. لابد نحن في البحر تنقرأ الأدلة على هذه المقدمات المجملات في الابتداء. قائلون بأن الحديث لم ينصح محكم، اختلفوا في حمل الأحرف، فما قائلنا أحرف ترجع لي للغة واللهجات فقط وما سمينا بالخلاف لدي، وقال هناك ترجع للغات أي قبائل العرب الفصحى السبعة، وهي قبائل مضر، وهذا الذي سيرجحه ابن عاصية في نهاية المطاف. وقال إنه اختلاف من قسم من نوع ما نبى عليه القايون بالنسخ، اختلاف يرجع للمعاني أيضا، ولكنها معاني من حيث الموضوعات. قرآن فيه أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وجدل وأمثال، فحملوه على المعاني. وهذا ولا ينجي والله أعلم، اختلط عليهم حديث أبي بحديث معاذ، حديث معاذ وهو أيضا في السنن وفي بعض أسانيده صحة، يعني بعض الأسانيد صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف، ولم يقل فيها كلهن شافي كافي، ولم يقل اقرأوا ما تيسر من هذه التوسعة التي وقعت في القراءة في قراءة الأحرف لم تجي في هذا الحديث. فإذا نقول نزل سبعة أحرف سبعة مواضيع للإرشاد إلى مواضيعها، فهذا الحديث هذا لا يحسن أن يقال فيه فقرأوا ما تيسر منه، لم تجي التيسير في الأمر والنهي. ولذلك عقب بقول سيدنا ابن شهاب إن الذي بلغنا أن هذا في الأمر المتحج المتفق الذي لا يختلف ولا يتعلق بحلال ولا حرام، فدفع أن يكون محمل سبعة أحرف هو سبعة الأحرف الأخرى التي تعني المعاني والموضوعات، أمر نهي كذا، فهذا إذن مشتبه، لأن سبب النزول الذي هو فيه تيسير هو حجش مسلم. كنت في أضاشي بني غفار، أحد الضايا في أضاشي بني غفار، فجاءني جبريل فقرأني القرآن، أو قال لي الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف، فقلت اسأل ربي التخفيف لأمتي فإنها لا تصيغ ذلك. وفي رواية إن فيهم الشيخ الكبير والمرأة العجوز والطفل الصبي، قال فنزل فقال الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين، وهكذا هو يستشفع بجبريل ويسأل ربه ويتوسط في هذه اللون التخفيف حتى انتهى به إلى سبع. فهذا قول انتهى به إلى سبع هو الذي رجح به بعضهم أنه مراد بالسبع الحقيقة، ولكن هو أيضا ليس نصا بقدر ما هو ظاهر فإن مراد بها الحقيقة. انتهى إلى سبع وقال له بعدها كلهن فقرأوا ما تيسر منه. فرخصة التيسير هنا والتوسعة لا تجيء في الموضوعات، وإنما تجيء في الأحرف التي فيها في بعضها شدة على الحافظ، وتتناسب مع القول بأنه كانت التوسعة في المراد فيه وفيما يلتبس أو لا يمكن التحقيق فيه من أسماء الله في الموضوعات. اليوم المشتبه في الأسماء كثير من الناس، يعني في الصلاة وفي المحراب وبحفاظ تقول حين عزيز حكيم في مقام عليم خبير، كثير ترد، فكان هذا في الأول من الميسر به، ولكن الآن لم يصبح من قسم ما يجوز، لأنه تعيان الجمع، وصار القرآن في تعريف السلف هو ما كتبه الكتبة في المصحف الإمام الذي تعبدنا بمرسومه وبالقراءة على هذا المرسوم بمحتمله ونصه. وسيجي إن شاء الله نوقف على بعض هذه المعاني التي نبه عليها، وهو أطول
باب في هذه التقدمة لأنه يستحق ذلك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وامتن اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا واجعلنا وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي الملائكة الاعلى الى يوم الدين صلاه ترضيك وترضى بها يا رب العالمين. امين امين. الحمد لله رب العالمين.